فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الفرق بين مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الحنابلة، وما معنى قول الإمام مذهب الحنابلة هو مذهب الإمام أحمد، لكن قد يكون لهم وجوه يسمونها الوجوه ويخرجونها على كلام الإمام أحمد، وله بنص عن الإمام أحمد، وإنما هي تخريج على قواعده أو هي وجوه من وجوه المذهب. هذه من أقوال الأصحاب. أما الرواية، إذا قال رواية معناه عن الإمام أحمد. نعم.